ما اعتبرش ان هو في مركز ثاني. على الزمالك ان يفوز على الاسماعيلي. طيب قبل ما نتكلم عن الزمالك بس عشان معايا تليفون يا كابتن، هنتكلم في جزئيه الزمالك يفوز الفتره القادمه دي، مهمه جدا ان انت بتقول الروشيتا بالنسبه لنادي الزمالك. خليني بس عشان جزئيه نادي النصر احنا بنتكلم عليه والشكل اللي كان فيه في مباراه الامس امام نادي الزمالك. معايا على الهاتف كابتن عبد العاطي السيد المدرب العام لفريق نادي النصر. كابتن عاطي مساء الخير عليك. الو ايوه ازيك يا كابتن، منور. ازيك يا حبيبي، ازيك يا كابتن محمد، وتحياتي ليك دفع مني وكابتن مريم. اهلا بيك كابتن. يمكن مباراه، يمكن كنتوا لسه خارجين، كنا بنتكلم على مباراه الاهلي ثم مباراه امام نادي الزمالك، يعني فريقين كبار يعني، ولكن الوضع مختلف في اداء نادي النصر امس يا كابتن. والله طبعا انت طبعا حضرتك لعبت المباراه دي، انت صعب جدا ان انت تلعب اهلي وزمالك ورا بعض ماتشين تقال، فعلا بتخرج الماتش يعني مجهد وعامل مجهود كبير جدا، وطبعا بيبقى في حمل بدني وحمل ذهني عالي جدا. صحيح. والفتره الزمنيه ما بين المباراتين يومين، فكانت فتره قصيره جدا. طبعا نادي النصر مر بظروف صعبه جدا قبل، من بقاله فتره حوالي 10 لعيبه غيابات، ما بين 4 لعيبه عاملين عمليات واصابات مختلفه واقصاءات. اضطروا للدفع بعدد من اللعيبه الصغيره مواليد 99. واضح واضح على اشكالهم كابتن امبارح، الوش بتاعهم باين لعيبه صغيره. واضح واضح فعلا. ايوه طبعا. الحمد لله طبعا ماتش الاهلي ماتش تقيل، النادي الاهلي معروف عنه طبعا من الفرق اللي ما بيتمكن من المباراه ما بيكتفيش، يعني يقدر يكسب 1 و2 و3 و5 فدي حصل في ماتش الاهلي صراحه. كان في بعض الاخطاء مننا ادت الى ان احنا نتغلب بالنتيجه دي. لكن طبعا ماتش الزمالك كان سيد قاعد مع اللعيبه وحاول يشيل الضغوط من عليهم وقال لهم انا متحمل نتيجه المباراه، انا مش عايزك تحط حد على الضغط، وحبينا نخف الحمل العصبي عليهم شويه. فالحمد لله عملنا مباراه كويسه وكنا فايزين 1-0، وكان في ضربه جزاء مثالي كانت ممكن تتحسب ثانيه. لكن الحمد لله في المجمل اللعيبه الصغيره والمجموعات الصغيرين دول، فالمجمل يعني الحمد لله احنا راضيين يعني الاداء بتاعهم ده. طيب يمكن يا كابتن مباراه الامس واضح صعوبه المباراه، وين حته الحمل او الحاله النفسيه انتوا شلتوها خالص من على اللاعبين، وده اللي واضح من خلال الماتش. الفتره القادمه بالنسبه لفريق نادي النصر كابتن عبد العاطي يعني بتفكروا فيها ازاي؟ يمكن تاكد بشكل كبير عدم وجود نادي النصر في الدوري الممتاز السنه الجايه، الفتره القادمه بالنسبه ليه كابتن سعيد وحضراتكم في الجهاز الفني بتتكلموا بقى مع ازاي مع اللعيبه وبتجهزوا لايه يعني؟ والله حته تاكد دي ما مش تاكد، هي طبعا الموقف صعب ولكن التاكيد لما يكون بشكل رسمي، لان طبعا احنا لو اتكلمنا اللعيبه بالشكل اللي احنا تاكد الهبوط فاحنا ما انا بحييك على الجزئيه دي يا كابتن، بحييك طبعا على لا انا بحييك طبعا على لسه عندك الاصرار. احنا بنلعب امل، ما دام في امل هنلعب لغايه اخر دقيقه. فما نادي النصر يبقى رسميا خلاص تبقى احنا اللي عملنا اللي علينا، واحنا هنحيي برضه اللعيبه، لعيبه صغيره جدا، لعيبه احنا بنشتغل في الامكانيات طبعا يعني دون المستوى الممتاز. فطبعا نادينا امكانياته قليله وانت حضرتك عارف الكلام ده، فبرضه لو تاكد وجود نادي النصر احنا هنحيي اللعيبه وهنقول احنا اشتغلنا وحاولنا لكن ما فيش توفيق، وهنحاول تاني ونشتغل تاني. ودي كره القدم يعني مستمره. فطبعا احنا برضه من جانب اخر احنا شغالين في جانب تسويقي للعيبه، يعني النهارده في يناير اسلام البيع في عندنا كم عنصر من اللعيبه كويسين جدا، فهنشتغل في الجانب التسويقي بيهم يعني. طب في كابتن كان امبارح كان في ضربه جزاء كابتن انتوا شايفينها لصالحكم ما حسبتش؟ والله مش انا اللي شايفها، ده الناس كلها شافتها وانا سمعت يعني احد الاصدقاء قال لي ان كابتن فاروق جعفر محللها ضربه جزاء واضحه يمكن اوضح من الضربه اللي اتحسبت يعني. لكن طبعا مش عارف، انا بقول هل مستعبط ان تحسب على نادي الزمالك ضربتين جزاء في واحد؟ بقى مش عارف يعني. هنسيبها للتحكيم يا حلوه. هنتكلم كمان في الجزئيه دي كباتن هنا معانا في الاستوديو على جزئيه التحكيم وبعض الحاجات اللي ممكن تبقى واضحه جدا وما بتتحسبش. لكن كابتن انا بشكرك كابتن عبد العاطي وبالتوفيق ليكم يعني، وهحييك طبعا على اصراركم لسه ان انتوا بتفكروا ان في امل بشكل كبير، ولكن من وجهه نظري انا الشخصيه كلاعب لعبت في الدوري الممتاز وبنشوف يعني الجدول الدوري وهو رايح لفين، واضح صعوبه موقف النصر بشكل كبير في مركز 18 14 نقطه من 26 مباراه خاضها نادي النصر، فاز في مباراتين فقط
تعادل في 8 وخسر في 16 مباراة، وضع صعب كابتن شريف يعني.